لقادمون يا روعة الإيمان يا رمز التحدي يا روعة الإيمان يا رمز التحدي قادمون قادمون ونجيبنا في كل فج مسلمون قادمون قادمون ونجيبنا في كل فج مسلمون ونجيدنا في كل فج مسلمون قادمون ونجيدنا في كل فج مسلمون قادمون في كل فج مسلمون في كل فج مسلمون الإسلام قادم الإسلام قادم قوة جبارة سترتعد منها فرائس قوى الكفر في أنحاء العالم الإسلام قادم الإسلام قادم سيلا من دماء الشهداء صوت رعد من عناجر الدعاء الإسلام قادم بلسما لجراح المكروبة ترياقا لسم الزعاب الذي بثته اليد الآثمة في جسد أمة المسلمة في أفكار بنيها وفي عقائد أبنائها الإسلام قادم الإسلام قادم يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نفديك يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نفديك ونقول في صدق طوبى لمن فتح له الذراع وليبشر بخير الدنيا والآخرة وبملك العرب والعجم ذاك الذي سيجعل الإسلام شعاره وإثاره وعنوانه وهويته وقضيته ورفعته وسموه ذاك الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا التراث العظيم وهذه الطاقة التي لا يمكن أن تنظر كمية قدرتها وإجادتها بالروح نفديك يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نفديك فشعارك الإصلاح في الناس ما أحلاه فتناصري دوما يا خير خلق الله يا خير خلق الله الصف الأول شعارك الإصلاح والصف الثاني والصف العاشر يستشهد وسيبقى سيبقى عشق الشهادة يسوقنا صفا صفا إلى رحاب الجنة لكي نحظى بقرب الأحباء محمدا وصحبه ولن ننكسر ولن نساوم وإن ذبحنا على الحجر وإن ذبحنا على الصخر وإن هدمت ديارنا وإن عانينا كل المعاناة ستبقى الشهادة تسري في عروقنا جيلا بعد جيل ويسقط صفوفنا صفا بعد صف ولكن لن تسقط الراية أبدا وستبقى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة بأكف الغرباء لن تسقط على الأرض أبدا سنضمخها بدمائنا لا بد من يوم يعلو الهدى ويسود وتعود للدنيا أفراحها وتعود يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نفديك يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نفديك بالروح نفديك بالروح نفديك Thank you.
الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ظاهر بلا عيان وباطن بلا خفاء له الحمد سبحانه وتعالى على ما أهدى وأعطى وأسدى له الحمد على نعمه التي لا عد لها ولا حد ولا حصر لها ولا استقصاء له الحمد على نعمة الإسلام له الحمد على نعمة الهداية والغربة والثبات على الصراط المستقيم له الحمد على توفيقه له الحمد على أن جعلنا نبصر الهدف الواضح في زمن العمى ونمشي الخطى الواثقة في زمان التردد والتخبط له الحمد سبحانه وتعالى على منهج الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصراط المستقيم في زمن تشعب الناس فيه آراء وأهواء وسبلا نسألك اللهم الثبات حتى الممات ونسألك أن تملأ قلوبنا بمزيد من نورك الفرقاني حتى نبصر حقيقة الداء والدواء وحتى نرى كل الأشياء على حقيقتها فلا نخدع نسألك اللهم عزة بإسلامنا وغنى بك واستغناء عن كل خلقك نسألك يا ربنا أن تحرسنا بعينك التي لا تنام وأن تحفظنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام لا نذل وأنت الناصر ولا نهلك وأنت الآمر ولا نباد وأنت القادر وأنت على كل شيء قدير يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فما عليه بعد جناح كفانا عزا أن تكون لنا ربا وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا سبحانك سبحانك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا سبحانك سبحانك كيف يغفل عنك أم كيف يجحدك الجاحد وفي كل شيء لك آية تدل على أنك الواحد من الذي يولج الليل في النهار من الذي يولج النهار في الليل من مخرج الحي من الميت من مخرج الميت من الحي من الذي يعز بعد ذل ويذل بعد عز ويغني بعد فقر
ويفقر بعد غنى. من الذي يميت بلا أسباب؟ من الذي يحيي المرضى وهم على حافة الهلاك؟ من الذي يسير الأنهار؟ من الذي يعطي الإخضرار للأشجار؟ من الذي يملك هبوب النسيم وهدير العواصف العاتية؟ من الذي يقلب الكون كل يوم هو في شأن؟ من الذي يجعل الأيام دولا بين الناس؟ من الذي يقضي على كل متألح؟ من الذي يبيد سلطان كل طاغية؟ من الذي ينتصف للضعيف؟ من الذي يقهر القوي الجبار؟ إنه الله الواحد القادر الجبار. سبحانك خالقي، سبحانك، عزتنا بك، غنانا بك، قوتنا منك، اعتمادنا عليك، ثقتنا فيك، استنادنا إليك. سبحانك، سبحانك، لو كنا وحدنا وأنت معنا لا نبالي بكل الكائنات، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. هي هويتنا وهي قضيتنا، عليها نحيا وفي سبيلها نجاهد، ومن أجلها نموت. لا إله إلا الله، لحن الإباء والفداء. لا إله إلا الله، قطر ندى لن ينقطع عن سماء الوجود أبدا. لا إله إلا الله، صداها سيبقى يملأ مشارق الأرض ومغاربها، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الوثنيون، ولو كره الظالمون، ولو كره الفاسقون، ولو كره المنهزمون. لا إله إلا الله، أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن مبعوث العناية الإلهية وصاحب الأخلاق العلية القائد القدوة محمداً رسول الله طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته، بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه،
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا جند العقيدة، ويا حملة التوحيد، ويا حزب القرآن العظيم، إن أمتنا وكما هو واضح تمر بمرحلة حساسة وخطيرة من مراحل الصراع بين الخير وأهله وبين الشر وجنده، وتمر الأمة وبشكل واضح ما عاد يخفى على أحد إلا على أولئك الذين هم أسرى الشهوات وغرق مستنقعات الملذات، ومن يدورون في فلك الذات. لا يخفى أن أمتنا تمر بمرحلة من مراحل الصراع على السيادة والقيادة مع قوى متعددة تضافرت عليها ووحدت كلمتها وأجمعت أمرها ورمتنا عن قوس واحدة. أمتنا تصارع من أجل السيادة والاستقلال قوى الصليبية العالمية الحاقدة، وتصارع صراع فناء أو بقاء مع الصهيونية الكونية بكامل أذنابها الرطبة وذيولها الممتدة وأذرعها التي نراها واضحة في كل قطر عربي وإسلامي، وتصارع أمتنا على جبهة ثالثة صراع عزة أو تبعية مع كثير من الدول غير المسلمة التي تريد أن تسهم في رسم خارطة العالم الجديدة وتأخذ لها دورا على ساحة الكون ومسرح الأحداث، كالصين والياباني والهند ومن يلف لفها ومن يدور في فلكها. وأمتنا تصارع على جبهة رابعة صراع ذوبان للقضية والهوية والشخصية مع أولئك الذين يلبسون أثوابنا ويتكلمون بألسنتنا ويحسبون على صفنا، ولكنهم انهزموا نفسيا وانغسلوا فكريا وانقلبت موازينهم ومعادلاتهم، فصاروا إما أعداد مستنسخة تعطي ولاءها لغرب إباحي أو لشرق ملحد كافر، والكل كل الجبهات تعمل في وقت واحد. وما مر على هذه الأمة مرحلة كهذه المرحلة، إنها قاتلت في عهد الفاروق على جبهتين اثنتين مع وحدة الداخل ورص الصف، واستطاعت أن تذل أنوف الأكاسرة وأن ترغم جباه القياصرة وأن تكسب الجولة المظفرة على إمبراطوريتي فارس والروم، ولكن أن تقاتل على أربع جبهات وبوقت واحد. ويضاف إلى الجبهات الأربع جبهة خامسة، إنه الصراع مع الذات، إنه صراع الإزدواجية
وانفصام الشخصية الذي تعاني منه أمتنا من خلال أفرادها، من خلال شيبها وشبابها، من خلال ذكورها وإناثها، صغارها وكبارها. فالفرد المسلم تتجاذبه تيارات متعارضة متناقضة متحاربة لا لقاء فيها، وكل هذا الصراع بينها يدور في ذات الفرد المسلم، في تكوينه الفكري، في تشكيله العاطفي، بين جوانحه، في تحديد أهدافه وغاياته، في رسم برنامج عمله. إن الفرد المسلم يعيش حالة من الصراع الداخلي، فمن جانب يطلبه نداء السماء وتصرخ فيه الفطرة السليمة وتستصرخه عزة هذا الدين التي أهدرت، وتحركه مجازر إخوانه المسلمين، ويملأه غضبا استعلاء الكفر عليه وعلى بني دينه، واحتلال أرضه، وتدنيس مقدساته، وانتهاك عرضه، وهو يرى نفسه العزيز الذي قد ذل، وصاحب السيادة الذي صار تابعا مهينا، ويرى نفسه كيف كان يرنو إلى الوراء فيرى جده على قمة الأوج متربعا خيرية وسيادة وقيادة، وهو الآن في أودية المهانة، في الحضيض، في قاع المستنقع الآسن العفن القذر. غضب واستعلاء وهمة وألم تجذبه نحو نداء السماء، ويريد أن يؤدي واجبه مع الله، فتأتيه تيارات أخرى تجذبه من الجانب الآخر، ثقلة الطين، كثافة التراب فيه، الشهوات التي يسرت له والتي جعلت بين يديه بالمجان إعلاما وأفلاما ومجونا وإباحية ومنتزهات واستراحات وسينمات. صراع آخر يجذبه من الطرف الآخر، تراكم ثقلة الجهل عليه، الإلف والعادة التي اعتادها زمنا طويلا، وهو يفلسف ذله ويفلسف صغاره عند أقدام ونعال جزاريه وظالميه. تيار آخر يجذبه يصارع الأول صراعا عنيفا، الخوف المزروع في كوامن ذاته، الوهم الذي يغلف فكره فيمنعه من أن يخط المسار والمسير والمصير كما يريد الله. صراع آخر يجاذبه وينازعه ويصارعه ذاتيا، إنها صرخة الشيطان مقابل نداء الرحمن، إنها الآخرة منها هنا والدنيا بكل قاذوراتها من هنا، إنه الإيمان بكل متطلباته، وهو ابن الإيمان، وبلا إيمان لا يساوي ذرة، والكلاب خير منه. ومن جانب آخر إنه التيه والضلال والعمى والموروث الجاهلي الأسري المجتمعي الذي سيطر عليه بنظم عادات وتقاليد ومفاهيم ممزوجة ببدعة وإحداث وضلالة وعمى. إنه صراع في ذات الإنسان يشكل جبهة خامسة للأمة المسلمة، وهي تمر بمرحلة صراعها الدامي والحساس والخطير. أيها الأحباء، وبينما جبهات الصراع مفتوحة، وبينما الأمة تقاتل بكل ما أوتيت من قوة من خلال بقايا شرفائها، بصرخة منبر، بهدوء حلقة، بتأصيل محاضرة، ببيان درس، بشريط مسجل، بطلقة في نحر الخصم، بسكين يشحذ، بسيف يخرج من غمده، بجسد يتفجر هنا وهناك، بغرباء يصرخون، بشرفاء يقدمون أنفسهم قرابين،
بومضة جهاد تشعل هنا ويطفئوها هناك، وتتقد هنا ويخمدوها هناك، بحركة فاعلة من بقايا رجال الأمة الذين عشقوا الموت لكي تحيا أمتهم بموتهم. بينما تمر الأمة بمرحلة صراعها وتقاتل على كل جبهاتها من خلال الذي ذكرت وبينت وهو قليل أمام قدرة الأمة الكبيرة، من خلال هذا يظن الظانون ويتوهم الواهمون بأن أمتنا ختم عليها بختم الموت الأبدي. شعور سرى إلى نفوس أعدائنا ومنه إلى نفوسنا، ظن الجميع بأن تقطيع أوصال الأمة وتمزيقها وبأن الضربات المتلاحقة التي جعلت أمتنا تترنح من كثرة الجراح في جسدها ومن سيل الدم الدفاق من كل عضو من أعضائها، وعدم قدرتها على أن ترد ردا ذا نكاية في خصومها وأعدائها، من خلال كل هذا ظن الأعداء بأن الأمة ماتت وما هي إلا حملة مستعرة شرسة واحدة، فتنطفئ الأمة إلى الأبد وتخرج روحها من جسدها بلا عودة ويمحى من على وجه البسيطة شيء يسمى الإسلام. وسر الشعور إلى أبناء الأمة فصاروا يظنون ويتوهمون بأنهم لا يستطيعون النصر، وأنهم أعجز ما يكونون عن مواجهة القوى الباغية العاتية الطاغية المتجبرة المتألهة المتفرعنة، وأن خير وسيلة يواجه بها الموقف هو الانسحاب والمسارعة إلى طلب المعاهدات والمعاقدات والدخول في أوهام سرام السلام مع الذين يريدون ذبحنا وتصفيتنا وإبادتنا. سرى في الأمة شعور عجيب دفعها دفعا إلى أن تتصامم عن سماع كلمة الحق التي تملأها حمية وتعبئها بطولة ورجولة وأملا وتفاؤلا ويقينا بالنصر القادم. بدأت الأمة تصم السمع عن هذا لأنها من الداخل مهزوزة ومهزومة، ولأن زجاج القلب فيها قد انكسر. أيها الأحباء، وبينما يظن الأعداء هذا ويتوهم أبناء الأمة ذاك، إذ تبرز منعطفات في هذه المرحلة تكون مصباح الأمل وقنديل التفاؤل، وتكون نواة النصر القادم بإذن الله الواحد الديان. إذ تبرز صحوة لا يعرف الناس أبعاد معالمها ولا حدود اتساعها، صحوة مسلمة قام بها شباب الأمة على غير ترتيب طويل، صحوة دفعت بآلاف بل بملايين من فتية الأمة لكي ينذروا أنفسهم طيرا أبابيل لنصر هذا الدين والذود عنه والدفاع عن حياضه. إذا بنا نجد شبابا كانوا من مفرق رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم امتلأوا تيها وامتلأوا عجبا وامتلأوا ضلالا وامتلأوا فسقا وجريا لاهثا حثيثا وراء الشهوات التي فتحت أبوابها لهم لكي يشغلوهم، نجد هؤلاء عينهم الذين تعب أعداء الخارج والداخل عليهم كثيرا لكي يمسخوا شخصيتهم ولكي يفقدوهم هويتهم ولكي ينسوهم قضيتهم ولكي يعيشوا اللذة الحرام والمتعة الآثمة
ويفلسف الحياة على أساسها. فالمهم الساعة التي هم فيها كيف يمضونها شهوات وملذات وفجور آثم وتصيد للأعراض ونظر إلى الحرام عبر الشاشات. إذا بهؤلاء الذين رصد الكفر من أجل تضليلهم ميزانيات ووضع مخططات واستأجر رؤوسا عميلة، إذ بهؤلاء يفاجئون الجميع بصرخة التكبير الله أكبر تنطلق من حناجرهم، وبقدومهم زرافات ووحدانا على مناهل العز وعلى محاضن الحق وعلى بيوت الله. والأعجب من كل ذلك أن هؤلاء هم الذين بدأوا يرفعوا البطاقة الحمراء في وجوه الدعاة وأشباه الدعاة والعلماء الممثلين، بدأوا يرفعونها يصرخوا في وجوههم: أين كلمة الحق لا تصدعون بها؟ أين الواجب الرسالي تعلمون إياه؟ نحن شبيبة هذا الدين وطلائعه وجنده، ما هذا الصمت المميت؟ ما هذا السكوت المخجل؟ أين نداء الحق يعلن من على أعواد المنابر؟ أين مناهج العمل ترسم لنا كبارا وصغارا؟ إذ بهؤلاء هم الذين يحملون الراية والهم والواجب. أيها الإخوة، يأتيني على مدار اليوم اتصالات ورسائل من فتية كهؤلاء، من فتيات كنا منذ لحظات سافرات يمشين في الشوارع يخطون بلا حياء، إذا بها تبعث رسالة بسماع مادة، بسماع محاضرة، إذ تنقلب جذريا وترسل رسالة فيها من الحمم البركانية ومن طاقات الزلزال الإيمانية ومن الاستعداد للتضحية من أجل هذا الدين، ما يجعلني أنا أتصاغر ثم أتصاغر أمام حرف من حروف الرسالة وأمام كلمة تخرج من ذاك الفم المؤمن من فتاة مؤمنة طاهرة أرادت ربها ودينها وآخرتها. إن الأمة بدأت تصحو، وإن وقود الصحوة هم الفتيان والفتيات. جيل ظن الأعداء أنه جحل وضلل ودجل وهجن، وما عاد له قيام أبدا، لذلك شنوا حملتهم. وإذا بالجيل ينتفض بكل ما أوتي من قوة وبكل بقايا الإيمان الكامل جمرا تحت رماد الشهوة، وإذا به هو ذاك الذي سيخرج لنا طارق بن زياد وموسى بن نصير والمثنى بن حارثة، هو الذي سيخرج لنا سيف الله خالد وابن عمير مصعب وابن ومعاذ بن جبل، وإذا به هو الجيل الذي سيخرج لنا أسامة بن زيد والقعقاع بن عمرو وحبيب بن مسلم، وإذا بالجيل هو سيبرز لنا الظاهر ببرز والمظفر قطز وصلاح الدين جديد، وإذا به هو ذاك الجيل يمشي بكل ثقة لكي يقف أمام جمع من الأعداء الغاصبين، يعطيهم بسمة صفراء ثم ضغطة على زناد تحولهم أشلاء. شاب يخرج من تيه الطرقات من اللهث والجنزات والمركات والموضات، لكي يزنر نفسه بالحزام الناسف، ولكي يودع الدنيا بكلمات لو عقلها علماؤنا لظنوا أنهم هم الجاهلون وهؤلاء هم العلماء. يقول أحدهم في آخر كلمات خطها للأمة قبل موته، وهو قبل أيام كان تائها شاردا ضالا يلهث وراء الشهوة ويبحث عن اللذة، وإذا به ينفذ عملا استشهاديا بطوليا يفرض فرضا على بعض القوى المجاهدة، قائلا لهم: إما أن يكون الأمر من خلالكم أو لأجتهدن بنفسي والله ولن آل ولن أتراجع. يترك كلمات
يقول فيها إنني سأموت، ولكن اعلموا بأنني أنا الحياة، أنا الحياة وللحياة، وبموتي لأمة الحياة، أمتي بسقيا دمائي، فلتثقي بأنه لك البحر ولك النهر ولك الجبل والوادي ولك التين والزيتون ولك الأقصى والقدس والمصرى. أمتي إنني أموت ولكن موتي هو الحياة، فلا يظنوا بأنهم استطاعوا أن يميتوك فأنت الحياة وأنت الحياة. أيها الأحبة، هذا كلام قد لا يفهم أبعاده المترهلون والقاعدون وأصحاب الهمم الدنية، قد لا يفهم معناه أولئك الذين على قلوبهم كثافة الحس، الذين على أفئدتهم ضبابية فلا يبصرون الجنة وما فيها وما أعد الله فيها للشهداء والصادقين، ولكن يفهم معاني هذه العبارات أولئك الفتية الذين امتلأت قلوبهم غضبا يغلي كالمراجل من أجل دينهم وعقيدتهم، من أجل أرضهم وإخوانهم، من أجل ذرات الأرض الحزينة الرهينة السجينة. يفهم بعد هذا الكلام أولئك الصفوة من بقايا شرفاء الأمة الذين يعيشون للآخرة في الوقت الذي يعيش فيه الآخرون للدنيا، ويعيشون للجماعة في الوقت الذي يعيش فيه الآخرون للذات ونتن الذات وقرف الذات. يفهم هذه المعاني أولئك الذين حملوا كتاب الله بيمناهم وسنة المصطفى بيسراهم، وانطلقوا قنبلة موقوتة تطبق أوامر الكتاب والسنة، لا تعرف التردد ولا الوهمة ولا الخوف، ولا تعرف الاستعجال غير المنضبط بقواعد الدين. إنما شعارهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فتصرف الحياة والموت كلها لله، وبالطريقة التي ترضي الله وترفع كلمة الله وتعز دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الأمة تمر بمرحلة الصراع على جبهاتها الخمس، ووهم الأعداء وتصور الأصدقاء تبين لنا أنه وهم باطل، فالأمة ما ماتت ولن تموت، ولن ينطفئ قنديلها أبدا. لقد تبين وبالشكل الواضح المعلن، وما عرفت يوما العاطفة المنمقة إنما هي إحداثيات الرصد الدقيق. أمتنا تعيش صحوتها، تعيش انتفاضتها، تعيش قيامها من نوم طويل. قد لا يظهر هذا بالشكل الواضح لأصحاب العيون التي ما زال العمش فيها أو مصابة بالرمد، ولكن هذا يبصره أصحاب السلامة في القلب والعقل والنظر، ويبصره من كان يتابع أمته خطوة بخطوة ويرصد أحداثها هنا وهناك. نعم، أمتنا حية وستبقى فيها الحياة، وستبقى تهب الحياة لغيرها، ونحن ما دورنا في كل هذا؟ وهنا بيت القصيد، وما هذه المقدمة الطويلة وهذا الاستهلال الماضي إلا لكي أصل معكم إلى هذا السؤال: ما دورنا في كل هذا؟ ما واجبنا؟ ماذا يمكن أن نقدم وعلى نطاق الساحة والمساحة التي نعيشها ونتحرك فيها، وعلى قدر الإمكانات والطاقات التي نملكها والله سيسألنا سبحانه وتعالى عنها. أيها الإخوة، إننا يمكن أن نفعل الكثير. حكامنا إذا أيقنوا أن الإسلام قادم لا محالة، وأن دين الله ظاهر وغالب، وأن نور الله لن يطفأ أبدا، ما أروعهم إذا تبنوا موجة الإسلام تبن حقيقي، وهيأوا لها محاضن الإنبات، وأعطوها سقيا من قطرات الحياة،
وسمحوا لفسيلة الإسلام تنمو وتترعرع حتى يشتد جذرها وحتى يقوى جذعها، وإذا بالأغصان مورقة مزهرة مثمرة، وإذا بالخير يرفرف الجميع. يا حكام العالم العربي والإسلامي، دوركم في هذه المرحلة لا تقفوا في طريق الإسلام، لا تقفوا في طريق الإسلام، فالإسلام قادر، الإسلام قادم سيلا هادرا سيجرف في طريقه كل أحد لا يتبناه دينا ولا يرتضيه منهج حياه. الإسلام قادم، الإسلام قادم برايات خفاقة عزيزة لن يعرف الذل بعدها. الإسلام قادم، الإسلام قادم قوة جبارة سترتعد منها فرائص قوى الكفر في أنحاء العالم. الإسلام قادم، الإسلام قادم سيلا من دماء الشهداء، صوت رعد من حناجر الدعاء. الإسلام قادم بلسما لجراح الأمة المنكوبة، ترياقا للسم الزعاف الذي بثته اليد الآثمة في جسد الأمة المسلمة، في أفكار بنيها وفي عقائد أتباعها. الإسلام قادم، الإسلام قادم، طوبى لمن فتح له الذراع، وليبشر بخير الدنيا والآخرة وبملك العرب والعجم، ذاك الذي سيجعل الإسلام شعاره ودثاره وعنوانه وهويته وقضيته ورفعته وسموه، ذاك الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا التراث العظيم وهذه الطاقة التي لا يمكن أن تضبط كمية قدرتها وإمكاناتها. ما أروعكم يا حكام العرب إذا نظرتم في طاقات هذا الدين ماضيا وتأريخا فحركتموها، حولتم إعلامنا إلى مسلسل إسلامي وفيلم إسلامي ومشهد من التاريخ ووقفة مع عالم وصفحة لقائد وصورة من صور البطولة. أي طاقة ستتحرك في الأمة؟ أي هدير للغضب سيسري في كيانها؟ وحينها والله 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 لن يجرؤ أحد ولا يكسر على أن ينال منها نيلا أو يوجه إليها تحديدا أو وعيدا. الإسلام قادم، من سار على حسب هبوب رياحه فهو الفائز، ومن وقف في طريقه حجر عثرة فهو الخاسر في دنياه وأخراه. لذلك كونوا مع الإسلام ولا تكونوا عليه. إلى علمائنا، الأيام حبلى بالمفاجآت، والأحداث بدأت تأتي مواليد توائم، والأمة تنظر يمينا وشمالا تريد لسفينتها ربانا ولمسيرتها قائدا وهاديا ومرشدا. فإن لم تكونوا أنتم يا علماء فمن؟ انتهى وقت السكوت وانقضى عهد الصمت المميت، وبدأنا نأخذ كل منا دوره في أن يرشد خطى الأمة وأن يجمع طاقتها وأن يوحد صفوفها وأن يرسم لها برنامج العمل. فإن بقيتم تشغل الأمة بهامش الأقوال وترهات الأحوال وتافه الحكايا والقصص وتقطعوها عن جرحها وحدفها، فأنتم على اللائحة الأولى للخونة وللعمالة. وإن أخذتم دوركم فاعلموا بأن الله سيجري على أيديكم الكثير الكثير. إلى المجاهدين، اثبتوا اثبتوا، ستعلم الأمة ولو بعد حين بأنكم أنتم حياتها وأنتم من حافظ على وجودها. أنهار دمائكم الزكية لن تذهب أبدا، لن تذهب هباء مطلقا
إنما أنتم ومضة الأمل الباقي فلا تنطفئ، وأنتم رمز الشموخ الباقي فلا تنكسر. إلى مواكب الشهداء، أرواحكم المغادرة تخزنا صباح مساء، تنقونا ونحن الجثث الهامدة، فننتفض رويدا رويدا، ويبدأ الشعور يرجع إلينا تلقائيا. أنتم وحدكم من ربح، وكلنا إن لم نمشي على خطاكم خاسرون. يا شهداء أمتي هنا وهناك، وأعلم أن لكم سمعا تسمعون به، اعلموا بأننا لن نخذل دماءكم، ونعاهدكم على المضي قدما نأخذ من سقيا الدماء التي بذلتموها، ونصنع رجالنا وأشبالنا وأبطالنا، ونحن قادمون وعلى إثركم بإذن الله سائرون. قد شُعِذ خنجرنا، واستل السيف من غمده، وصار الكلام للطلقة، وسكتت أفواه المتخاذلين، فطوبى لكم ثم طوبى. يا شباب أمتي، دوركم حفاظكم على صحوتكم، ترشيدها، تجذيرها، تعميقها، الثبات عليها، عدم التأثر بزوابع الابتلاء، وعدم النظر إلى أعاصير المحن القادمة من أعدائنا. فإنكم لو بقيتم قلائل، لو بقيتم بلا عدد وبلا عدد وبلا إمكانات على الأرض، فحسبكم أن الله معكم. فيا شباب استمروا مضيا، ولكن قولوا حينما تطلع شمس كل يوم: لا بورك لي في هذا اليوم إن لم أزدد من الحق قربا وفي الساحة أثرا وفاعلية. قولوا حينما تغرب شمس كل يوم: لا بورك لي في طلوعها فجر غد إن لم أقترب من الله خطوات، وإن لم أقدم لديني تضحيات. إياكم والرضا بالمقام الواحد، إياكم والدوران في الساحة الواحدة المفرغة، إياكم وأن تكونوا كحمار الرحى ينطلق والمكان الذي انطلق منه عاد إليه. إنما امضوا قدما كسيل هدار، وإعصار جبار، وكريح مرسلة، تدمر ما بنى الكافرين من صروح الفكر والمعتقدات الباطلة والأخلاق الذميمة المنحطة. وأعيد لأمتكم فضيلتها وعفافها بأحوالكم قبل أقوالكم، واملؤوها همة وحمية وبطولة وفدائية بما تفعلونه في ليلكم ونهاركم من عمل دؤوب لهذا الدين. يا عصاة الأمة، يا كل شبابها المنحرف، يا كل القطعان التائهة والتي تمضي نحو هاوية الانتحار والهلاك، ما زال الخير فيك وما يئسن منك، فلا تقنطي، عودي فإن الطريق مفتوح، عودي فما زال هناك منعطف للعودة، عودي فإنك لو دققت في كيانك لاكتشفت من طاقات النور ما يوقف الإعصار الهادر من الشهوة في كيانك. يا كل العصاة ويا كل الغفاة ويا كل التائهون، عودوا فإن الساحة بانتظاركم، وأنتم وقود معركتنا القادمة مع أعدائنا، فأسرعوا قبل ختم الاستبدال، وأنقذوا أنفسكم قبل فوات الأوان. يا فتيات الأمة، يا محضن الرجال، يا مصنع الأبطال، أنتن وقود المعركة، أنتن من سيرجح الكفة، أنتن من سيلعبن الدور الحاسم في ميل إحدى الكفتين ونصر إحدى الجبهتين. فإن كنتن يا فتيات الإسلام مع جبهة الإيمان والحق
وحفظتن الله في أنفسكن، في بيوتكن، في أسركن، في أزواجكن، فنحن منتصرون وسرعتم لنا بالنصر. وإن أبيتم إلا البقاء فيما أنتم فيه من وصف أهل النار، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، لمجونهن، لضياعهن، لتيههن، لعدم عملهن لدينهن. إن بقيتن كما أنتن تركضن وراء الموضة وتبحثن عن الأزياء وتتابعن أخبار المسلسلات وتحملن صور المطربين والمطربات، فويلكن وويل الأمة منكن، ستأخذن يا فتيات الأمة نوعين من العذاب على نوعين من الذنب، ذنب ذاتي بتقصيركن، وذنب تابع لأنكم أسهمتم في خسارة الأمة وانكسارها. وأخيرا أيها الأحباء، والواجب ككل أن نخجل من أنفسنا. ماذا قدمنا؟ صرخة، بيان، خطبة، جلسنا ساعة نستمع، حضرنا، تكلمنا. مهما فعلنا وفعلنا، حينما ننظر إلى طفل في فلسطين يحمل حجره نتضاءل أقزاما. مهما فعلنا وفعلنا، حين نسمع ببطولات القوقاز نحن الهامات خجلا وحياء. مهما فعلنا وفعلنا، حينما نسمع صرخة العفيفات المؤمنات الصابرات الصامدات يستغفنا ويطلبنا النصر ونحن لا نحرك ساكنا، نرى أنفسنا أننا ما فعلنا شيء. اجعلوا عنوان المرحلة التي أنتم فيها: الصف الأول سيستشهد، والصف الثاني يستشهد، والصف العاشر يستشهد، وسيبقى عشق الشهادة يسوقنا صفا صفا إلى رحاب الجنة، لكي نحظى بقرب الأحباء محمدا وصحباء. ولن ننثني ولن ننكسر ولن نساوم، وإن ذبحنا على الحجر وإن ذبحنا على الصخر، وإن هدمت ديارنا وإن عانينا كل المعاناة، ستبقى الشهادة تسري في عروقنا جيلا بعد جيل، ويسقط صفوفنا صفا بعد صف، ولكن لن تسقط الراية أبدا، وستبقى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة بأكف الغرباء، لن تسقط على الأرض أبدا، سنضمخها بدمائنا، سيفوح عطر الشهادة، سيسكب الدم القاني، ستتناثر الأشلاء، ستقف الحور العين على أبواب السماء، سينزل جبريل ومن معه أنصارا من كتائب الملائكة، وسيدعر الكفر، وسيولي الدبر، وسنعيدك يا أقصى، وسنصلي على ثراك يا فلسطين. لن ننثني، لن ننحني، لن ننكسر، لن نتراجع. صدورنا للموت، أعناقنا لحبال المشارق، هذه أيادينا لخلاخل العروس، لقيود البطولة. إننا مشروع موت، إننا قربان شهادة، إننا لسنا لنا بل نحن لله، نحن لك يا ربنا، فخذنا إليك أشلاء ودماء، ونعاهدك عهد الشرفاء، عهد الغرباء، عهد الطائفة، بأننا إليك سائرون. لن توقفنا الحواجز، لن تصدنا العوائق، لن تمنعنا خطوط النار، إليك سائرون. وسيدوي الوجود بصرخة تعلي نداك، وصرختنا الله أكبر. سنبقى يا ربنا نمضي على قدم الثبات، نسقط في ساحة الموت، يخرج جيل بعد جيل ويستلم الرايح بطل بعد بطل. هو للموت، هو للموت، هو للموت، ولن يهدى على
لنا قرار ولا بال حتى نرى راية الإسلام خفاقة عالية عزيزة. لن نذوق طعم نوم شهي ولن نأكل طعاما على متعة حتى نذبحكم يا إخوان القردة ذبح النعاج. يا كل الجبناء يا كل الخونة، توقيعكم توقيع الانهزام والانكسار. يا أيها الصف العربي المتصهين المتأمرك، الراية رايتنا والدين ديننا والقضية قضيتنا. وقعوا مليار توقيع وقدموا مليون تنازل وانبطعوا عند أقدام الظالمين واسعوا لهاثا وراء سراب السلام. أما سلامنا فلن ترتفع راياته ولن نرفع شعاره ولن يكتب مصطلحه حتى نرى فلسطين وليس على ثراها إلا من يقول لا إله إلا الله. نعم أيها السادة، شعارنا هو هذا، مسيرنا لهذا، حياتنا من أجل هذا. وما أطيب الموت، ما أحيل الموت، ما أجمل الموت، فما طعم الحياة، ما طعم الحياة من موحد يرى إخوانه يذبحون جهارا نهارا، يرى مسلسل الإجرام اليهودي يفتك بالمسلمين فتكا ذريعا. ما طعم الحياة نعيشه ذلا وصغارا، ما طعم الحياة، ما طعم الحياة ونحن أيها السادة لا نملك شعور عزة واستعلاء. ما طعم الحياة ويهددنا كل رويبضات الكفر ويستهزئ بنا كل أقزام العمالة. ما طعم الحياة وما معنى الحياة عند من امتلأت جوانحه بنور كتاب الله، عند من عرف سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومصطفاه. ما طعم الحياة ونحن نقرأ تاريخنا ونقارنه بالحاضر ونرى الفرق الشاسع بين عزة وذل، بين كرامة ومهانة، بين أوج وحضيض، بين قيادة وذنبية وتبعية. ما طعم الحياة، ما طعم الحياة. ويسب ديننا نهارا ويشتم نبينا جهارا ويمزق قرآننا بحراب الكفر وتدنس أرضنا بأقدام الغاصبين والأقصى يرصف في أغلاله سنين سنين. ما طعم الحياة، الموت أشهى والموت أغلى والموت أحلى. فاكتبوا على جباهكم طلاب الموت وعشاق الحق، بهذا نصنع مجدنا ونعيد كرامتنا وندحر أعداءنا، وإلا فليكتب الجميع على جبهته مخنث. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبقوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكفار، عليك بمعسكرات المشركين الفجار. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم رفعوا رايات الكفر زحوفا الينا، اللهم فاكسر راياتهم، لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم ايه. اللهم انك اهلكت زحوفا وزحوفا من المشركين، وقضيت على ممالك للمتالهين، وهؤلاء لا يعجزونك امريكان وصهاينه. اللهم فادل دولتهم، اللهم فدمر ملكهم، اللهم فاجعلهم اثرا بعد عين، اللهم سلط عليهم النيازك والبراكين، اللهم حرك نحوهم الاعاصير والعواصف الهوجاء، اللهم سلط عليهم الامراض والادواء، اللهم اشغلهم بانفسهم عن المسلمين، اللهم جمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدي الصادقين. يا من لا يرد سائله، يا من لا يخيب للعبد وسائله، لسنا اهلا للدعاء ولكنك اهل للاجابه. الهي وخالقي، موئلي ومولاي، وقفنا عند بابك لائذين باعتابك، نحمل جبال الخطايا والذنوب والاثام، نلقيها على باب الاستغفار، نطلب التوبه منك بعده النصر. اللهم فاقبلنا على ما فينا، اللهم فاقبلنا على ما فينا، اللهم فاقبلنا على ما فينا، وعزتك لن نبرح الباب، وعزتك لن نبرح الباب، وحقك لن نبرح الباب حتى تصلح عوجنا وتقبلنا على عيبنا ونقصانا. إلهنا، أجدبت أرض القلوب، استحكمت فينا الذنوب، أنت غفار الذنوب، أنت ستار العيوب، أنت فراج الكروب. إلهي، من لنا سواك خالقي؟ صرنا كالأيتام على موائد اللئام، صرنا كالغنم في الليلة المطيرة ليس لها راعي. قد التجأنا إليك يا رباه، وقد بلغ سيل الدم منا مداه، التجأنا إليك يا الله، وقد أصبنا في كل عضو من أعضائنا، التجأنا إليك يا الله، وقد ذبح صغارنا، وقطي كبارنا، وسجن أحرارنا، ونفي شرفاؤنا. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، هدموا الديار، هدموا الديار، قصفوا المساجد، مزقوا المصاحف، اغتصبوا العفيفات الطاهرات، يصرخن واعظاه وشرفاه، لا من مجيب. خالقي، من يجيب سواك؟ من يجيب سواك؟ اين سماع اصوات ابواب السماء تتقعقع؟ نروا الى ابواب السماء، اين جبريل ومن معه؟ اين جبريل ومن معه؟ اين جبريل ومن معه؟ فليهتز عرشك غضبا، فليهتز عرشك غضبا. يا غارة الله، 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 زلزلي أركانهم. يا غارة الله، هدمي بنيانهم. يا غارة الله، ذبحي قوادهم. يا غارة الله، اغرقي اساطيلهم. يا غارة الله، اقصفي طائراتهم. يا غارة الله، وحدي، فرقي وحدتهم. يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. بلغ السيل الزباه، بلغ الظلم مداه، بلغ الكفر أشده. يا رب، يا رب، مللنا حياتنا، ملت الدماء عروقها، ملت الأرواح أجسادها. يا رب،
رب، حاشاك أن تغفل عن كل هذا، ولكنها حكمتك التي لا يعلم مداها أحد. ولكننا نستعجل نصرتك ونستمطر فضلك وتأييدك يا رب يا رب يا رب. بلسان الاعتراف نمد يد الاغتراف لكي نأخذ جرعات من ينابيع عطائك ونصرك وتأييدك يا رب يا رب. قد علت ذنوبنا جباله وتحولت خطايانا تلاله وصارت آثامنا أنهارا وسيوله، ولكن لا تضرك معاصينا ولا يقدر على مغفرتها سواك. جئناك يا رب جئناك يا رب منكسرين معترفين بكل ذنب وعيب بكل فعل مشين قمنا به سرا وعلنا ظهورا وخفاء يا رب يا رب. نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، نستغفرك من كل ما وعدناك به من أنفسنا ثم لم نوفي لك به، نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، نستغفرك من كل ذنب أذنبناه في ضياء النهار أو سواد الليل في ملأ أو خلاء سرا أو علانية، نستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك ثم خالطنا فيه غيرك، نستغفرك من كل ذلك ثم نطلب نصرتك بأياد متوضئة رفعت إليك بأبدان عابدة بين يديك بدموع حرة من قلوب تائبة بأفئدة ضارعة بألسنة ذاكرة بأمل فيك لا ينثني ولا يضطرب ما عاد لها غيرك يا الله. انصرنا وانصر بنا وأيد عبادك المجاهدين في كل مكان ورد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا. يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ إلهي وخالقي، اشتاقت رحاب القدس إلى تكبيرات جندك، اشتاق الأقصى والمصرى إلى ساحة حرية. مل أرجاس اليهود، مل أقذار اليهود، رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه. بلسان الأقصى والمصرى، بلسان القدس الحزينة، بلسان الأم الثكلى، بلسان المرأة الأرملة، بلسان الطفل اليتيم، بلسان الشهيد المقتول، بلسان المصحف الممزق، بذرات الأرض ندعوك ونجأر إليك أن تعجل لنا بصلاة في الأقصى أو شهادة عند أسواره. وعزتك وجلالك لنصلين في الأقصى، وعزتك وجلالك لنصلين في القدس، وعزتك وجلالك لنصلين في روما، وعزتك وجلالك لنصلين في البيت الأبيض يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ظن أعداؤنا أنك تخليت عنا، حاشاك أن تفعل. ذنوبنا نستغفرك منها، عيوبنا نستقيل منها، بعدنا عنك تحول قربا منك، نلجأ إليك. الإعراض والغفلة ها هي ضراعة وبكاء ودعاء. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، وأبرد حر صدورنا بنصرنا على أعدائنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، طالما أن هناك سفر قريب قد يطول قليلا، وأظن أنه من بعد صلاة الجمعة القادمة إن أبقانا الله أحياء قد نسافر عنكم مدة من الزمن، لذلك نريد أن نملأ هذه الأيام بشيء من النفع يكون تعويضا لما سيكون من أيام الغياب. لذلك نعلن بأنه سينعقد اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة محاضرة في هذا المسجد المبارك تحت عنوان أختاه يا وقود المعركة، وهي صيحة تأصيل للمرأة المسلمة ولكن بلسان كل رجل، وسيظهر فيها من الحقائق ما أسأل الله عز وجل أن يهز الرجال قبل النساء، وأن يعود الجميع إلى ساحة العمل، وأن نسترد المرأة المسلمة جندية في ساح العمل لهذا الدين وليست معول تخريب في صرح الأمة. غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء الدرس الأسبوعي الثابت، قلنا أن درس الاثنين صار يوم السبت إن شاء الله، فسنكمل الحلقة الأخيرة من موضوعنا الهام معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذاننا أذان المسلمين، وسنؤصل كيف يكون أذاننا وبأي لون وبأي شكل وكيف نفهمه اتجاه القدس ومعركتها. ويوم الأحد إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم الثالث سيكون محاضرة تحت عنوان تحذيرات قبل أن نجتاز الضوء الأحمر، تحذيرات قبل اجتياز الضوء الأحمر. فأني أرى كثيرا من أبناء الأمة والعاملين في الساحات كادوا بغفلتهم وجهلهم أن يجتازوا الضوء الأحمر الذي لا يقبل عمل بعده ويرد الله صاحبه على أي حال كان. فقبل أن نجتاز لا بد من أن نسمع هذه التحذيرات. إذا نراكم اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله يوميا بعد صلاة العشاء لتأصيل هذه المواضيع الهامة. أقم الصلاة.